قال سعادة مطر الطائر رئيس مجلس الإدارة للمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في حديث خاص لمركز الأخبار، قال أن الهيئة وضعت خططا واضحة لدعم مشاريع البنية التحتية والنقل في إطار الجهود الوطنية المبذولة لدعم ملف دبي المرشح لاستضافة معرض إكسبو 2020، مؤكدا أن الحكومة رصدت أكثر من 25 مليار درهم لتطوير مشاريع يتطلبها تنظيم إكسبو 2020 في حال فوز الإمارات بالاستضافة. يتطلب منا نحن نمدد الخط الأحمر إلين مطار آل مكتوم في جبل علي، هذا مشروع. بيتطلب منا أيضا أن نغير شبكة الطرق في بعض الأماكن مشان تستوعب الحركة أعداد أكبر. يتطلب أيضا ننسق مع شركة قطار الاتحاد، لأن أيضا قطار الاتحاد بيمر في نفس المنطقة وبينجز أفتكر في 2017، وهذا أيضا بيساعد استضافة الحدث. موضوع المواصلات مهم بين الإمارات وبين دبي، أيضا هذا بيساعد. نحتاج أيضا نزيد يمكن في عدد الأسطول الباصات، نحتاج نشوف أيضا موضوع النقل البحري، موضوع التكاسي أيضا يحتاج يمكن زيادة في العدد. الآن عندنا فوق 8000، ولكن نحتاج نزيد أيضا رقم. إذا في نوفمبر 2000 موجود الخطة واضحة بالنسبة لنا نحن، ولكن طبعا الحكومة خصصت مبلغ معين يمكن أكثر عن 25 مليار درهم لو 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 دبي فازت بالاستضافة في نوفمبر 2013.